حقيقة المسيح بين الإنجيل والناس كان مدار نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شريحة. وقد استضاف البرنامج في استديوهات نور سات الأردن الأخ مؤيد معايع اليسوعي كأول دعوة أردنية في الرهبنة اليسوعية، كما أجري اتصال هاتفي مع الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين في الميمين، حيث وصف يسوع في الإنجيل بالمتواضع والمتسامح والمحب للخير والعطاء، وأنه الخادم والمضحي من أجل الآخرين. فإلى هناك أردني أردني برهبنة اليسوعية. كيف كانت حياتك؟ كيف اخترت هذا الطريق؟ يعني قصة طويلة. أول شيء شكرا، وشكرا أبونا على دعوتك. يعني هاي النقطة أنه أنا أخ يسوعي اكتشفتها بعدين. نعم. بمعنى أنه يعني أنا دخلت الرهبنة وما بعرف أنه أصلا ما في يسوعي من الأردن. نعم. كانت بالنسبة لي مفاجأة أنه أنا أول يسوعي أردني. ف يعني لأول مرة حسيت فيها نوع من المسؤولية. أنا اسمي مؤيد معايعة من مادبة بالأصل. مادبة هي منطقة في قريبة من عمان، بس هي قريب من جنوب عمان الأردن. تبعد طبعا جامعة مادبة اللي حكينا عنها الأمريكية، هي في مادبة منطقة الأخ مؤيد، وهي مادبة مونتنيبو مقام النبي موسى، مدينة الفسيفساء ومدينة الفسيفساء وأقدم خارطة فسيفسائية في العالم، فهي مدينة أثرية ومذكورة في الإنجيل المقدس كمان. مزبوط. عبر التاريخ. ويعني أنا خلصت دراستي كباقي الناس، درست بالجامعة الأردنية، خلصت هندسة صناعية، ومن بعدها اشتغلت بمجال الاستشارات الإدارية حوالي ثمان سنين ونص لغاية سنة 2014. كنت عم بفكر صار لي فترة بطريق مختلف لحياتي، وبالصدفة تعرفت على الرهبنة اليسوعية، وأنا كنت بالخليج بتلك الفترة يعني، فمش من هون، ما بعرفهم كثير من هون. فصار الحكي شوي مع الرهبنة شوي شوي، يعني دراسة هندسة وشغل واستشارات وغربة، وبعدين اكتشف انه الحياة مش هون. هذا كنت احكي قبل ما تتفضل، كل اليسوعيين اللي درسوا هنا هم مهندسين ودكاترة بالجامعة بلبنان. بتصادف هيك؟ ما بعرف هل هي صدفة. بنسميهم خوارنة الحكمة، لانه يعني اليسوعية يعني هي العقل المدبر للكنيسة الكاثوليكية. يعني ممكن لانه اللي بنضم لإلهم هن بيكونوا بعد عمر يعني متقدم، مش زي مثلا الكليريكيين اللي بيكونوا على عمر 12 سنة وبدرسوا فيها وبعدين بيكملوا. مش شرط يعني، مش حاليا شرط. في بدخل ناس بأعمار صغيرة شوي، بس على الأغلب بكل بكون بدخل مخلص على قليل جامعة، بس المعظم الحاليين الموجودين على قليل بالإقليم تاعنا اللي هو منطقة الشرق الأوسط، معظمهم بدخلوا شوي متأخر، بكونوا اشتغلوا واختبروا الحياة وبعدين فكروا بطريق مختلف يلاقوا حياتهم فيه. يعني يمكن أنا كنت من هدول الأشخاص، دخلت بال 2014 وهي تقريبا سنة السابعة إلي بالرهبنة. مسيرتنا طويلة بالتكوين، بتبدأ بمصر تقريبا، كل الإقليم نلتقي بمصر سنتين مرحلة الابتداء. نعم. وبنهاية السنتين بننذر نذورنا الرهبانية، وبعدين بنبلش مرحلة الدرس، ومرحلة الدرس برضو طويلة جدا عندنا. نعم. تبدأ المرحلة الثانية بلبنان، بندرس فيها الفلسفة والحضارة العربية الإسلامية، بالإضافة لبعض اللغات الفرنسية الإنجليزية العربية لتحسين لتقوية اللغة، واهتمام ببعض المهارات يعني المواهب الشخصية، الموسيقى، الفن، اللي بتساعد بالرسالة لقدام شوي. فأنا تقريبا يعني خلصت مرحلة الابتداء وخلصت مرحلة لبنان، وجديد انتقلت على تعينت بالأردن بشهر 9. هلأ أنا بمرحلة ما بعد الفلسفة وقبل اللاهوت، هي مرحلة نسميها بالرهبنة وبكلمات الرهبنة ريجنسي أو ريجانس بالفرنسي، اللي هي مرحلة العمل الرسولي مجبر اليسوعي اللي بمر بتكوين نحو الكهنوت، انه يعمل هدول السنتين على الاقل باحدى نحكي جماعات الرهبنه. نعم. ولازم يشتغل باحدى مؤسسات تابعه للرهبنه، والهدف انه يتعرف اكثر على الرهبنه، على رساله الرهبنه، يشوف فعلا هل هي هذه الحياه التي اريد ان اعيشها للاخير بعد هالتكوين الطويل. فانا عينت هون بجماعه، ما عندنا غير جماعه واحده، هي الجماعه الجبل حسين. نعم. مركز اليسوعي، وبشتغل بمؤسسة تابعة للرهبنة اسمها الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين. عم نتعامل مع اللاجئين بدعم تعليمي، دعم نفسي، زيارات مرافقة للعائلات للاجئين. أبونا، اليوم إحنا موضوعنا يسوع المسيح في الإنجيل وبين الناس،
فأنت يعني بنشهد لك أنت الذي اللي بتحب يسوع وماخته يسوع المسيح هو مالك حياتك. فكيف منقدر إحنا نخلي يسوع يملك على حياتنا ويكون بيننا وبين الناس؟ إن شاء الله. على كل حال يقال على أنه في كل الأمور العلمية لما بترجع لورا كثير بتكون أشياء قديمة. نعم. والناس تركض وراء الأشياء الحديثة، ما عدا في الإنجيل المقدس. كل ما رجعت لورا للينابيع كل ما كان إيمانك أقوى، وكل ما كان المثل حاضر وفعال في حياتنا. نعم. وللأسف أنه صار في زي هو ما بين يسوع الإنجيل اللي إجا فيه يسوع ويسوع المسيحيين اليوم. نعم. فهناك هو بين يسوع الإنجيل ويسوع المسيحيين، وبخاف أنهم مش رايحين يتبقوا في يوم الأيام، ويريد طبعا يتبقوا ويوحدوا أنهم يرجعوا ليسوع الإنجيل اللي هو الأصل. نعم. يسوع الإنجيل يختلف اختلافا جوهريا مع يسوع المسيحيين اليوم، وإليكم بعض الاختلاف بين الاثنين. نعم. يسوع المسيحيين هو المسيح الذي جعل منه المسيحيون وسيلة لتحقيق غاياتهم الدنيوية المادية، فإذا بحثوا عن يسوع إنما بقدر ما يحقق أمالهم وأهدافهم الدنيوية، وإذا طلبوه إنما يطلبون نعمه وعطاياه ولا يطلبونه هو. يسوع المسيحيين هو ماركة مسجلة لتسويق مشاريعهم ومؤسساتهم تحت شعار الإنجيل واسم المسيح، حتى وإن غاب عنها المسيح همهم النجاح المادي والإعلاني. هؤلاء المسيحيون يشبهون اليهود الذين لم يطلبوا يسوع، بل طلبوا من يسوع ما يلي: أن يؤسس لهم دولة دنيوية يحررهم فيها من استعمار الرومان. متى ترد الملك لإسرائيل؟ ولهذا السبب فقط أرادوا أكثر من مرة أن يقيموه ملكا عليهم. لهذا السبب نرى أيضا التلاميذ يتنافسون ويتشاجرون فيما بينهم من هو الأول في ملكوته، ويرسل يوحنا ويعقوب أمهما تتوسط عند يسوع ليأخذا المكان الأول، واحد عن اليمين والآخر عن الشمال. وتجردهم واتباعهم يسوع طمعا في الحصول على المزيد من المزايا، فها هو بطرس يطالب يسوع بالمكافأة: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ نتباهى به ولا نقتدي به؟ انتظروا كما ينتظر المسيحي اليوم مسيحا قويا جبارا، لذا عندما رأوه ضعيفا مصلوبا عاجزا عن تحقيق أمالهم الدنيوية، عندما رأوه مصلوبا تحطمت كل أمالهم وتركوه وحده يجابه مصيره. مسيحي اليوم يريدون مثل اليهود، يريدون اسم يسوع ولا يريدون يسوع، يريدون ثياب المسيح على مثال جند الجلجلة يقتسمونها فيما بينهم. النتيجة نقتل المسيح مثل ما قتله اليهود. اليهود عن جهل، نحن عن وعي. قال القديس بطرس في عبادته الأولى بعد العنصرة: ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه السابق فقتلتموه إذ علقتموه على خشبة بأيدي الكافرين، قد أقامه الله وأنقذه من أهوال الموت. يسوع الإنجيل، يسوع الإنجيل الحقيقي هو يسوع المتواضع والمتسامح حتى للأعداء. يسوع الإنجيل هو يسوع محب الخير والعطاء حتى التفاني. هو يسوع الذي يعطي الأولوية للإنسان وخلاص الإنسان فوق كل قانون والشريعة، لأن السبت والهيكل في خدمة الإنسان وليس العكس. هو يسوع الذي لا يباع من أجل المال، على مثال يهوذا الذي باعه بثلاثين من الفضة. وكم من مؤسسة مسيحية بنيت على اسم يسوع ثم باعت يسوع من أجل المال. نعم، من أجل المال. هو يسوع الذي يدعو لتغيير الذات والانتصار على الأنانية والبغض والكراهية، لا أن نغير الآخرين بل نغير نبدأ بتغيير الذات. هو يسوع
الذي يلزم بمحبة شخصه فوق كل شيء. من كان أبوه أو أمه أحب إليه مني فليس جديرا بي. هو يسوع الخادم وليس المخدوم. هو يسوع الذي يضحي بذاته من أجل الآخرين ولا يضحي بالآخرين من أجل ذاته. أنهي كلمتي بهذا السؤال: فأي مسيحي تختار؟ مسيح الإنجيل فتضع نفسك في خدمته، أم مسيح المسيحيين فتضع المسيح في خدمتك؟ سؤال يريد كل واحد فينا يجاوب عليه، وحسب الجواب أن يعيش إيمانه ويسوع الذي جاء في الإنجيل، وليس المسيح الذي صنعه المسيحيون بعيد كل البعد عن المسيح الإنجيل.